كلامك نادية، عمره ما سواها. قصدك ما اتصل للحين؟ صار له أكثر من 3 ساعات ما اتصل فيني. حبيبتي، أنت المرأة مالت البيت واليهال، وبعدين هو مأمن أنت عند أخوك. شوفي، تلاقي الحين مستانس وعايش حياته بالطول والعرض مع الحبيبة، طبعاً الحبيبة اللي كفلها للمجتمع برجالة ونساء. أنت تدرين الحين لو تطلبين منه الطلاق، أهلك، أمك، إخوانك راح يشوفوا سبب تافه. لا تطلعيني كذي، للأسف هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه. على العموم أنا ما أخصب عليك، تبين الروح الروح، تبين الرد بالرد، ولا أقول لك ابكي ابكي وطلع لي بقلبك عشان لا يتحول قهر وأمراض وعقد. ابكي وارتاح. تشجعي تشجعي عشان الياي. يلا تغيبا بكل بيت، ما في بيت خالي من المشاكل. واي انت شبت حملتها هاي قطيعة. تعودت تغيبا كل ليلة تقول لها تزوج عليها. ما أدري مريم، أنت رحتوا الطبيب شيكتوا شفتوا المشكلة من منو؟ ما فينا شيء، أثنين طبيعيين، وليد وايد طيب ويحبني، بس المشكلة أنا مو متزوجة وليد وبس، أنا متزوجة وليد وأمه وأخته. تصدقين ما يشك خيط بأبغى إلا ياخذ أمرها. تعبتني، تتدخل بكل شيء، أكلنا شغبنا طلعتنا حتى بالسفر تي ويانا. تصدقين ما تفكر، ما تقول غيال ومغته، يعني لنا خصوصية عيب. ديشاديشة للحين هي تجيبهم له، فوطنا الخاصة هي اللي تجيبهم، شغاشفنا هي اللي تحطهم وعلى ذوقها. تعبت تعبت كل هذا وأنا متحملة وساكتة، هم مو عاجبها وما تحبني وما تواطني بعشتها. ويع ويع ويع، صراحة أنا ما أدري شلون مستحملتها. أنت قاعدة تسولفين أنا تنرفز. واي أكو مرة كذي؟ مريم الحين أنتوا بالمستشفى بالصيدلية عندكم هذول حبوب، حبوب مخدر منوم، أختي تحطي لها بالشاي خليها تسحر خليها تخمد. وين هذا؟ وينه 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 وينه؟ كاهي سيارته. شفتي هذا شال الربع اللي يروح عندهم، عشان تعرفين ان ريلي كذاب وما عنده مصداقيه معك. نادي يمكن احد من ربع ماخذ السياره. فطوم وبعدين معك ليه متى بتتمين هبله؟ يلا بمشي معك، دقي عليه اسالي وينك. أدق عليه شنو أقول له؟ أنت وبعدين معك دق على ريال ولا دق على بعبع؟ قولي له وينك من 3 ساعات ما دقيت، قعدت حاتيك بتطمن عليك. يلا دقي. الحين إيش حقك تبكين؟ اهدي كذي عشان ما أعرف إنك قاعد تبكين، أو دقي عليه. يلا. ما يرد؟ أكيد ما يرد حبيبتي. يرد عليك وهو قاعد عايش ليالي حمراء؟ يلا خلينا نمشي نمشي. حبيبتي فطوم، انتي ما عليك بكلامي وانفعالاتي وعصبيتي، انا قلبي عليك، بس انتي تقدرين تاخذين القرار اللي تشوفيه بصالحك.
إذا أنت قادرة تتحملين تصبرين ردي حقه. إذا شايفة روحك ما تقدرين فالطلاق أفضل. أي أفضل لك والبنتك. للأسف هذا الواقع اللي احنا فيه. لدينا الدليل. نعم سيد الرئيس لدينا الدليل. لدينا إثبات حالة. نعم لدينا إثبات حالة. قدمت الزوجة شكوى في المخفر في السابقتين سيد الرئيس، في السابقتين. في المرة الأولى تواطأ المحقق معه لأنه من أقارب الزوج. في المرة الثانية حاول الإصلاح. ليس هذا السؤال. السؤال سيد الرئيس الذي يحدث فرق لدى ملايين النساء هو إلى متى هذا حالهم؟ إلى متى هذا حال النساء؟ الزوجة يجب أن تعطي تبرير، تعطي تبرير أن الزوج غير سوي أو إنسان غير طبيعي لتطلب الطلاق. بينما الزوج، الزوج ماذا مطلوب منه؟ أن يقول كلمة واحدة: أنتي طالب. انتهى الموضوع. سيد الرئيس، الزوج الذي أحل له الشرع وأباح له المجتمع في تعدد الزوجات فهو لا يحتاج إلى أدلة أو براهين يثبت أي شيء. بينما الزوجة كأننا نطالبها بأن تعيش وتتعايش مع ذكر لا نعرف حدوده ولا نفسيته ولا أمراضه النفسية وعقده، وإذا أرادت الطلاق أو الخلع لا يحق لها، فنحن نطالبها بأن تثبت ذلك، ونحن نعلم أن إثبات ذلك مستحيل. وإذا أرادت الخلع قال لها الزوج: تنازلي عن كافة حقوقك. حقوقها سيد الرئيس، المرأة التي عاشت وتعايشت مع الزوج وتحملت الأب الأكبر، بيت والأسرة والأولاد. سيد الرئيس، هنا في هذه القضية المرأة هي الحلقة الأضعف، فأنا أطالب سيادتكم بالرحمة والعدل. ودمتم. أقول أنتي لا يكون على بالك لا تطلقتي بتسرحين وتمرحين على كيفك. نعم؟ شنو يعني بتسرحين وتمرحين على كيفك؟ لا تفلسفين على راسي سويرة، أنت فاهمة قصدي عدل؟ لا مو فاهمة قصدك عدل، ما تفهمي وتقولي شنو يعني تسرحين وشنو يعني تمرحين قدام أمي وقدام أبوي؟ يعني أنت على بالك إذا طلقتي بتسافرين تطلعين تردين على كيفك، لا حسيب ولا رقيب، لا يا بابا لا، أنت وراك أهل ترى ها؟ يا سلام، يا عيني بس أنا على نباحتك يا الشاطر أنت، أنا أساساً إذا أبي طلعات وأبي سفر وأبي لهياته كان قعدت عند هالمجرم وايد أحسن لي وأشرف لي، خو كان مخليني أسافر أروح وأي وأقابل الناس ومتفهم شغلي. آه لا يكون على بالك ليش إنه يطقني يعني أنا مسوية شيء غلط؟ لا حبيبي، هالطق هذا اللي تشوفه من النقص اللي فيه من المرض اللي فيه. يا أنا مش عيبش فيش أنتي، الرجال ما يعيبه شيء، يعيبه جيبه. إلا يا يبا الريال يعيبه ونص، ريال اسمه بس موظف ريال على الطل، 24 ساعة خامد في البيت نايم على المخدة، يقوم وين مرتي وين مرتي، لا مسؤولية ولا عمات عين، هذا ريال بعد؟ سمعتي يبا؟ سمعتي يمه؟ هاي تربيتكم. والله زين يسوي فيك ريلك؟ يزاج وأقل من يزاج، سمعوا لسانه ايش طوله؟ أنت من صدقك تتكلم؟ إذا أنتوا أهلي قاعدين تقولون كذي على المجتمع شو يسوي؟ المجتمع يدوس على راسي وأبلع لساني وأسكت. سمعوا الطلاق أنا اتخذت القرار هذا خلاص ولا في رجعة وما بي أحد يكلمني من اليوم رايح ولا يقول لي أي شيء. زعل يعني يكون زعل يعني تليفوني. Thank you.
عيوشة لهلا تعباني حبيبتي؟ اي خالتي. انتو ناس كتير بتتدلعوا، لك احنا بنحبل وبنولد وبنشتغل في البيت وما بنقول كلمة اخ. اي والله ايام زمان. اي خالتي انتي عندك عيال؟ لا مو عني انا عم بحكي، عم بحكي اجمالا يعني النسوان عنا بالبلد كتير قوايا. اي مو مثل انكم هون. طيب ايش فيك؟ ليش تبكين؟ لا يا اخوي ما فيني شيء. شو السالفة؟ في احد مضايقك هني؟ لا حشا، انا لو بيدي اتم هني على طول، ما ارد بيتي. هذا بيتك حبيبتي، بس قولي لي ايش صاير؟ ماكو شيء، مو صاير شيء. عواش شلونك؟ شو الاخبار؟ حبيبتي بيجيب لك غدا معي ها؟ ايش تبي تاكلين؟ لا عاد افا ترديني انا سلوم حبيبك اخوك. يلا عاد يلا يلا بلا مصاخه. بيجيب لك تاكلين معي غصبا عنك. زين خلاص زين، مو عشان عشان لبطنك. يلا عاد لا تصيرين كذي عاد، بيجيب لك خلاص ترى ها؟ على ذوقي بيجيب لك. يلا فديتك حبيبتي، يلا مسافة الطريق بس اجيب الاكل ويلك. يلا باي باي. يا حلوك والله عواشه. فطوم ابيك تفهمين شيء واحد، ترى الحياه الزوجيه مو كلها وناسه وفرح وسفر وعيد حب وعيد زواج. لا حبيبتي، الحياة الزوجية فيها كل شيء، فيها المسؤوليات، فيها العيال، فيها الشك، فيها الخيانة. أنت لازم تكونين مهيئة لكل هذه المتغيرات، لكل هالمفاجآت. أنا ما قلت شيء يوسف، بس أخوة ليش يتكذب علي؟ زين أنت ما سألتي نفسك ليش وشك فيك؟ يقول لي لأنه يخاف علي. مو صحيح. يقول لي كل ريايل كذي. حجي فاضي، ما عليك من هذا الحجي كله. المهم قولي لي انت ايش تبين انت؟ ها؟ تبين تعيشين هالوضع؟ ما ادري، ما ادري يوسف. فطامي علم من اللي يدري الله يهداك حبيبتي. هذا القرار بالذات قرارك انتي، لا انا ولا ناديه. على فكره احنا ما نقدر ندزك للطلاق، اريد اقول قرارك حبيبتي. ترى في الحالتين انا معك بساعدك، سواء رجعتي له وتحملتي بلاويه ومشاكله وغيرته وشكه، انا بوقف معاك عشانك انت وعشان بنتك. وبعد اذا قررتي الطلاق والانفصال، هم انا وياك حبيبتي. أنا ونادي موجودين، وإذا على بالك تتطلقين ترى مو ملزومة تردين بيت أهلي. أدري إن هالشي بيضايقك. والله يا يوسف لو أرجع بيت أهلي ولا أرجع لأهو، هو ما أرد للبيت. ها؟ سا
سبع ولا ضبع؟ في الأخير القرار قرارها، ما حد لي شغل. أتدرون لو أموت مش راح الفطوم منه شلع. يقولون مسوي لعب. وش دعوة يبا، أنا مرة واحدة بس اعتذرت وخو قايل لك يعني اختري لها مكسورة، شو أسوي؟ وش دعوة، كل ما قلت لي لعب مرة واحدة أنا اعتذرت، بعدين أنت يا ما اعتذرت، أنا كذا مرة أسوي لعب وأنت تقول لي والله أبوي يبيني بشغل، أمي ما أدري شنو ما أقدر أي، وحدة حدك كنت تقول لي ما زعلت أنا ولا شيء. خلاص يبا خلاص يبا، يسلم راسك، مشكور ما قصرت. لا ما مو زعلان ولا شيء، عادي خلاص. يلا يلا خليك الحين. يلا باي. شو تعود تسوي لعب بدون تقول لي، يعني اقول انكسرت هذه ريلها. صدق عاد؟ ما فهمت ولا كلمة من اللي قلته. يبا صار لي ساعة اكلمك الله يطول لي بعمرك. واخرتها تقول لي ما فهمت؟ إذا ما فهمت، لأن كلامك مو مرتب، أنت ما تعلمني ايش تبي. يبا أنا ما أبي سارة تتطلق، صراحة أنت ما تدري الناس ايش يقولون عن واحدة مطلقة. لا، وترضى أنك تقتل هانك اليوم؟ لا ما أرضى، طبيعي ما أرضى، وزوجها هذا اللي ما يستحي حسابه عندي، لك مني أدبه وعلمه الأدب وخليه يوقف عند حده. عافية، خوش ولد، ونقزر لك كل يوم عاد احنا، يا طاق يا مطقوق. يبا ايش فيك الله يطول لي بعمرك، كل ما يجي لك يمين تجي لي شمال، انت تبيها تتطلق؟ لا ما ابيها تتطلق، ابيها ترتاح. ومنو قال لك راح ترتاح؟ الله يعلم شو اللي يدور في راسها، شنو تبي علشان كذي مصر على الطلاق، الله العالم. شوف عاد، انت علمني ايش قصدك. يبا انت فاهم قصدي، ما له داعي اقول لك. لا قول لي، انا ما فهمت. صقر، انت تشك بتربية اختك؟ يبا اسمح لي على الكلام اللي بقول لك اياه. بس سارة انت ما عرفت تربيها. شب ولا كلمة شب. الظاهر انا ما عرفت اربيك انت، لكن دريت عن شيء، اذلف عن وجهي لا اشوفك هني، ترى اشوف ان شفتك لا ارقعك كف ازوعك حليب القواط اللي شربته. اذلف طل عليك وعلى شكلك. يمه بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك خرعتني؟ سمعيني يمه، انت طلقت هذه، لا عفس الدنيا فوق حدر، لا اقلب البيت فوق راسكم، هذا انا قلت. هو ايش فيك انت اليوم؟ ليش حاط دوبك من دوبها؟ يا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لازم حبيبتي تاكلين وتتقوين ها؟ قبل تطلع لك مرتبوك هذه تأذيك. عشانك ترى بس ما راح اقدر اكل. بس حبيبتي لازم تاكلين عشان لبطنك بابا لازم. يلا. يلا. يلا بسم الله. ما بسلم ما بجدد ما بي. واحدة عشان عشاني. واحدة. اذا بشوي ها؟ يلا. حلو. حلو. بعد تبين احطش مرق؟ لا. بلا. بس ما ما عشان عشان يلا 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 هذه واحدة هذه واحدة يلا. يلا هاي واحدة بسم الله. لا خلاص قاعد يناديها قاعد يناديها كاسكور خايس. يلا واحدة بسرعة قبل لا تيجي تذبحنا. كاسكم نتف وحتى ما يغني ولا شيء. يلا هاي خلاص واحدة بعد. انا اخذ خلاص انا كمان بس خلاص قلت لكم واحدة صاروا عشرة. ما يصير حبيبتي يلا عاد. خلاص انا اخذ بعد. جايتك هذه النسرة اصبر شوي. ذبحنا صادقين؟ ما تشربوا شربوا شربوا. خلاص خلاص ما تبين؟ لا أنا شرب. أنت إلى كول حبيبي كول. يلا أنا أكل وياك بعد. مبروك 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 للحرية وللكرامة. الحمد لله. ألف الحمد لله. هذا أحلى خبر سمعته في حياتي.
يا ربي شلون اطلع من يساج؟ انا ما سويت غير الواجب يا ساره، وانتي تستاهلين. انا اطير من الفرحه، حدي مستانسه ومكيفه. يا ربي ما ادري ايش اسوي. ساعات اقول الحمد لله ذاك اليوم بغيت ادعمك تعرفت عليك. بسم الله عليك. امبي للحين تامرك؟ ما تشوفين شر؟ شر ما يجي، يلا كنا فين وبقينا فين. المهم استاذه، بهالمناسبه الحلوه ودي اعزمك انت ومريم على العشاء. زين، صرتي انت ومريم ربع. سمعي ساره، بغيت اقول لك شيء. انت الفتره الاخيره وايد تركتي شغلك وهملتي، ابيك تركزين وتركزين بمستقبلك وتشوفين شنو اللي تبيه بالضبط. لحظه. الو، هلا استاذ احمد. هلا والله. ها بشر، صدق والله بشارتين بيوم واحد. مشكور مشكور وما قصرت. اي عيل خلص، مرني الأسر المكتب ويبي الأوراق معك. مشكور مشكور وما قصرت. مع السلامة. ما شاء الله وهيج خير علي اليوم. شنو؟ وقاع وأوراق الجمعية. أي جمعية؟ جمعية حقوق المرأة. حلو. هي ليه؟ ايش فيك؟ صقر ايش فيك؟ لابسه انت؟ شنو ايش لابسه؟ وضحتينا قدام الناس، ما عندك بيت؟ ايش انا ورفيجي؟ شلفت اللي طالع فيه؟ يعني رفيجه ما تقدر تدشون داخل؟ يا ايش فيك؟ ليش ما اسب على اختك؟ نعم معك المحاميه ناديه. مبين محاميه، عايشين دكتوره بالله؟ طالما انت محاميه نصحيها خلي تلبس عدل وقعدوا داخل بدل السوالف في البطاليه عند الباب. شفتي استاذه؟ أخوي هذا اللي قاعد تشوفينا أنا عايشة وياه في بيت واحد. الله يعيني بس. أي والله الله يعيننا على هالريايل. يلا حبيبتي تدشي داخل. بس هم مشكورة. إيه خدي. ثانك يو وايد حبيبتي. الله معك. يلا السلام عليكم. خير عامر. طال خليفة. عامر. يعطيك العافية. في ورقة لك. توقع على استلامها. شنو؟ وقع على استلامها وتعرف شنو فيها. أقول خذ ملفك وفتش من هني لا أدمر أخلاقك. يلا. كيفك؟ أنا أوكي. تعال 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 تعال. تعال. جيب وين؟ وين أوقع لك؟ خليني. يلا الحين فتش. منى حبيبتي افا عليك بس. تزعلين مني انا؟ لا ما هقيتها منك. ما هقيتها منك ابد. اصلا انا من يوم ما رقمتك اليوم شفتيني انا قصرت معاك بشيء؟ خلاص معناته ظروف يا حياتي ظروف. يعني اذا ما رديت عليك مره ما كلمتك مره ايش فيها يعني؟ اذا دقيتي علي ولقيتي خط ثاني يمكن ظروف انت ما انت عارفه. لحظه لحظه لو اقول لك ظروفي بتعذريني يعني؟ سمعي يا عيل سمعي، تدرين انا يوميا هواش عندي في البيت؟ منو بعد؟ امي وابوي. ابوي يوميا يطق امي وانا بالنص اقعد افرق بينهم. مشاكل مشاكل الكبار انت ما تعرفينها. إيه طق يوميا وساعات انا يحوشني فنجر بالطريق، ساعات طراقات تحوشني، ايش فيك انتي؟ وتوقع ان نفسيتي زينه اقدر اكلمك وانا كذي مطقوق ولا قاعد افرق ولا امي قاعده تبكي ولا شيء؟ ما يصير يبا. زين سمعيني 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 حبيبتي، كان الحين انا امي داقه علي، الظاهر صايره مشكله بعد في البيت، خليها احاكيها واكلمك. لحظه شوي، انا ارد ادق عليك، يلا باي 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 باي.
شواقي حبيبتي، هلا هلا بالغالية، عاش من سمع هالصوت. لا لا عمري، كانت أمي كانت حاكيني إيه تبي أغراض من الجمعية رايحة أجيب لها. حياتي أنتي، لا لا خلاص سكرت منها، قولي. ممتاز ممتاز، برافو عليك. شكرا أستاذ. وبالنسبة حق الموقع اللي قالت لك عنه أستاذة نادية، طلبت مني إني أتابعه لأن موضوع التصميم وايد عجبها. زين كذي، أي نحدد موعد مع سكرتير جمعية المحامين علشان تعطينا الفكرة، ويصير اجتماعكم الساعة 7، أوكي؟ إن شاء الله أستاذ. أستاذ ريهام، لا تنسين أوراقك. شكرا. حياك الله. ألو، هلا والله، حياك الله. حياك الله، ما يحتاج يا أخي، ما يحتاج تعرفنا فيك، اسمكم ما شاء الله معروف وتارس الشوارع. حياك الله في أي وقت، وأنا السرية عندي هني من خصوصيات المكتب. حياك الله، وإذا حبيت أي عندك البيت أنا ما عندي معنى. حاضر. لا 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 لا، ما يحتاج موعد، أنت في أي وقت تي، هذا مكتبك. شرفت، حياك الله يا إيب. الله معك، فما الله. تصدقين يا يما، على كل الطقة اللي طقيته والتزلغ اللي تزلغته إلا أني مستانسة، مستانسة أني صرت حرة، مستانسة أني صرت مرة مطلقة. الله يا سارة، هذه جملة تنقال عن الطلاق يا يما. الله يا حريم أول، وحتى رفيجاتي اللي أصغر شوي تقولين كنا الوحدة ميتة أو فيها مرض الشني كافينا الشر. أنا فكرت بكلامك يا يما، معاك حق، في ظلم للمرأة والله ما رضى بالظلم، بس شو نسوي؟ هذه عادات يما. بالعقل يا اختي، ما يصير تقارنين زمنكم في زمننا، ما يصير تقارنين جيلكم في جيلنا. اشياء كنتوا تطبقونها اول، لا تقعدون تكررون اغلاط على عيالكم يما، ما يصير. الحين المره ويا الريال صاروا واحد، المره تشتغل نفس الريال، هي تصرف، هي تكرف، هي تشتغل، عندها مسؤوليات والتزامات اكثر من الريال بعد. اي والله يا يما، لو تشوفين بنت مسعود تقولي كنا سايقنا شاهو. شاهو؟ يما شاهو شو يطلع؟ يا يما المرة كشتها قايمة وماكو، قاعدة بخلاجينا ومجاب لها الياهال 24 ساعة، الأبو ما يدري عنهم، قاعد بهالجاخور ومربي له بهالقنم وطيور، وظنتي بعد خيول، وبس قاعدتش بهالوفرة. وهذه المسكينة لا هي بينهم، بين الطبيب والمدارس والمكتبات، ماكو يا يما ما يدري عنهم بالمرة. خلا اغني لك شو اسمه صوتي. ها قاعدين ناكل الحين، وقت غنى الحين؟ لا بعدين، انا قصدي مو الحين، بعد ما نخلص. يا الله. ها حبيبتي زينة، ليش ما تحط سمك؟ الحين راح العوار. لا مو مشتهي بعد، خفايف. اي الحمد لله. شر مو عليك. وين وشيل الجبس؟ شر علي انا اللي قاط فلوسي في هالسمك هذا. يلا يما تو كفو سمك انت. روحوا ياكلون حدك برجر. ها؟ يا 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 شيلون الجبس عقب باكر ان شاء الله يا رب. حق باكر عاد مو تلعبين كره على طول نطري. انتوا بعدين ما عندك كلمه حلوه مع اختك؟ لا مو قصدي يعني، ما يعني قصدي لا تلعب على طول كره، خد تنطر شوي لما يطيب الجبس. انا كل يوم العب واعرف شو يصير. على اساس الاخ ميسي مو؟ ما في عليها بنيت الشاطره. عرفت ميسي انت؟ ايوه ميسي. يلا يما، اخيرا بنيتي جت وقعدت على الطاوله مره ثانيه. يلا يما كذا. أقول يا ناديه. هلا حبيبي. قريتي مخالتك اليوم؟ لا والله ما قريتها. إيه على فكرة عندي خبرين حلوين اليوم يقطون طير من السماء. شنو؟ الخبر الأول ربحت قضية موكلة عندي، والخبر الثاني والأهم أوراق الجمعية خلصت. مبروك. الله يبارك فيك. بس أقول
خفي خفي على رقايب شوي. ليش؟ هم الحين قاعدين يقطون نغزات عليك؟ مسكتة وساسة. زين يما احنا جمعيتنا ليش مو مثل جمعية سعودة؟ اي صدق يما جمعية بنت خالتي امل كلها يعطونهم فلوس وهدايا. طالع ذيله. يا بطيني انت وياها. هذه جمعية حقوق المرأة مو جمعية مال الاكل وشرب. جمعية حقوق المرأة. عاشت امي عاشت. يلا اكلب اكلب. ايش تبي تسوي يعني؟ يا اخي انت ليش مو راضي تتقبل اللي صار؟ خلاص روح عيش حياتك بعيد عني. تبيني بعيد ها؟ تبيني بعيد عنك؟ ماشي ماشي يا سوير، بس والله والله باكر لا اتزوج تاج راسك وعمه من عماتك. انت ايش حاسبه نفسك؟ ماكو احلى منك؟ ولا احس باكر انا ميت عليك؟ سمعي سوير، ترى انا الف وحده تمناني. زين هذا الموضوع يالك على طبق من ذهب، على قولتك الف من يتمناك. يا اخي يلا روح تزوج عمتي وروح تزوج تاج راسي. شو اللي حار قلبك؟ ليش قاعده تصرخ؟ ليش قاعده تناشبني الحين في التليفون؟ اكيد باخذ اللي ابيها واللي تحترم الريال واللي اهلها ومربينها عدل. انت اللي مو متربي، انت اللي ما تسح على وجهك، مو انا اللي ما اسح على وجهي. انت شنو تبي؟ شاريني بفلوسك انت؟ تبيني خدامه عندك في البيت؟ سمعي سوير، ورقتك هذه اللي انت مستانسه فيها ما راح تفيدك بشيء. وعلى فكره انا دقيت على صقر اخوك وقلت له عن كل سوالفك، تلوثك بالاوتيلات وهياتك وفرارتك هذه. انت مريض نفسيا، عرفت ليش الحين انا ما بيعيب منك عيال؟ عرفت؟ عرفت ليش قاعد اخذ حبوب؟ انك مريض، مريض بالشك، انسان اناني. انا حالفه ما تعب نفسي وياك ولا تعب طاقتي، تدري ليش؟ لانك انسان ما تستاهل. بس انا بقول لك شيء واحد طارق، بقول لك شيء واحد. طارق حط في بالك اللي يطق مرته واللي مد ايده على اي مره هذا اساسا مو ريال، ما يسوى بيزه، اذا طاح عمره ما قام. ولا تدق عليه مره ثانيه طارق، لا تدق. بالفوز ترى انت صاير ما تعرف تنقي. قاعد اقول لك يا ابوي كندو حالتنا حاله، تودينك ملعب ما ادري شنو كره. حبيبي خلنا نستانس، سينما مطعم كالعاده يا اخي. ضبط انت. يلا يلا حبيبي، باي باي. ايش فيك عواشه؟ عواش فيك؟ عواش عواش رد علي. عواش حبيبتي عواش. شوف هذا الصاير، ما ادري ايش السالفه اليوم. ايش السالفه؟ ايش فيك صاير بعد؟ ما ادري كنا نعيش فيه اخوي، البحر كله جكر. لا يبا هذيل الحلوين ما كل يوم، بس اليوم ما حاط المكياج الله يهداك. لا لا تكفى تكفى، فيك تخيل شغله. شنو؟ نصبح الصبح ولا ممنوع اي بنيه تحط اي مكياج بوجهها؟ لا يا معود تكفى الله يخليك، صرنا كنا ما احنا الربع. تعال صدق. شنو؟ وش اخبار البنيه ذيك اللي قلت لي رقمتها؟ اللي قلت لي من النوع السهل ودز لك صورها بالتليفون. يا معود ايش جاب هالطاري هذه؟ هاي مشيت خلص من عندها. ليش؟ دكتور بشر. الحمد لله نبض الجنين كويس والام ضغطها طبيعي وكل شيء تمام. دكتور شو اللي طيح كذي فجاه؟ بس هي جسمها ضعيف وكمان في سن المراهقه، وفي السن ده ممكن يغمى عليها لثواني، وكمان ما بتاكلش ووزنها نازل، لازم نرجع وزنها وتاكل كويس. وبصراحه كمان هي نفسيتها تعبانه، خلي بالكم منها. ناخذ بالنا منها. اشوف امي وامك يا دكتور ما طاحوا غشانين؟ لا ممكن، بس احنا ما نعرفش. على العموم احنا عملت لها تحويل لامراض النساء والدكتور اتبعها لحد الولاده. من ناحيه هذا الدكتور لا تحاتي، احنا فاتحين لها ملف بمستشفى خاص. ايه هذه مرت ناصر التاجر العود، تبيها تعالج بمستشفى حكومي. والله طيب كويس. دكتور الوالد ما يقصد شيء، نقدر نشوفها الحين؟ تفضل. يعطيك العافيه، تفضل يا والد. سلامات سلامات سلامات.
الحمد لله على السلامه.